17 صوت صورة 17 تشرين. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج حديثك على الهواء. فيكم دايما تتابعونا عبر شاشة تي في 17 على الصحن الفضائي عربسات، وعبر أبليكيشن تي في 17، وأيضا عبر اليوتيوب وباقي قنوات التواصل الاجتماعي. اليوم معنا أحد الثوار الأحرار، وهو الناشط السياسي المستقل السيد وسيم غندور. أهلا وسهلا فيك بتي في 17. كنا حابين نعرف هلأ بالنسبة لوسيم غندور، شو بيعني لك أنك تكون لبناني؟ أكيد فخر واحد يكون لبناني، ونحن فخر واعتزاز، واللبناني هو دايما طير الفنيك بينبعث دايما من الرماد، واللبناني هو المبادرة الفردية وهو الناجح وين ما كان بالكون، وأكيد فخر كبير للبنان. بنفس الوقت بنتمنى يكون عندنا بلد جدير بهذا اللبناني اللي بدنا إياه. أنت كنت بثورة 17 تشرين ومعروف وجهك من الوجوه اللامعة، وحضرتك كمان ابن النبطية، ومثل ما بنعرف النبطية كفر رمان وطرابلس عندها حيفية معينة بالثورة. نعم. يعني برأيك هالحيفية بعدها موجودة خصوصي بمنطقتك؟ عم نحكي شخصيا؟ أنت كيف رؤيتك لإلها؟ لا أكيد الثورة موجودة هلا. يعني الحيفية من وين؟ إنه عم نشوف هنيك في أكتر شيء عم بتكون شراسة الثورة أو هيك، وحتى التعامل معها عم بيكون بالمثل. ليك ما نستغرب إنه النبطية ثائرة، النبطية بالنهاية جزء من لبنان. يعني أنا البعض بيتساءل إنه والله النبطية عملوا مظاهرة، والله النبطية قامت. لا، النبطية تاريخيا هي ضد الظلم، هي مع القضايا المحقة. يعني مروح تاريخيا، نحن إذا تراجع الأرشيف اللي عنا إياه، المظاهرات اللي بتصير لثورة الجزائر، كمان مظاهرات اللي صارت لجمال عبد الناصر الرئيس الراحل، للقضية الفلسطينية كمان، دائما مع القضايا المحقة. حتى مزارعين التبغ اللي راح فينا، راح 3-4 شهداء بأول السبعينات، لحتى اندحار العدو الإسرائيلي كمان. النبطية هي دايما مع الحق، فما بتصور انه الازمة الاقتصادية المالية والفساد تستثني الجنوب ككل. ما الجنوب هو جزء من لبنان، وهي الثورة هي امتداد على صعيد الوطن. يعني اللي بمس اهل الشمال او اهل بيروت او اهل الجبل كمان بمس المواطن الجنوبي كمان بالاخص كمان. فمن هالناحية النبطية أكيد هي جزء من هالحالة التغييرية اللي عم ننشدها. يعني طب أنت طالما بالنبطية مؤمن بالتغيير، مزبوط، والتغيير بسمعك بكتير من المحافل بتقول أنه أكيد بيصير من عبر الانتخابات، هل عندك طموح تترشح للانتخابات النيابية بالنبطية؟ وبالمبدأ عن جد قديش فرص نجاحنا حيكون بالجنوب أو بالنبطية؟ لك بخصوص الترشيح سابق الأوانه، نحن أكيد مع دعم الحالة التغييرية مش بس بالنبطية، بلبنان ككل. وأنا بقول أنه أي ترشيح بده يكون جزء من ترشيح على صعيد الوطن. ثورة 17 تشرين اللي بنأمن فيها نحن هي على صعيد امتداد الوطن ككل. هلأ الحظوظ الانتخابية، نحن بنأمن بالعملية الانتخابية، بنأمن بالديمقراطية، خلي العالم تعبر عن رأيها، والثورة بدنا اياها حتى كمان تنتقل للأحزاب السلطة، بمعنى انه المحاسبة تكون من ضمن الأحزاب كمان لقياداتها ولمسؤولينا كمان. هذه روحية الثورة بدنا اياها. نحن اكيد مش فولكلور، نحن بدنا نكون عندنا موقف بالانتخابات. وبخصوص الترشيح سابق الأوانه، نحن اللي قادر يخوض الانتخابات نحن معه، فكله بوقته، كله بوقته. إذا ممكن نفوت بانتخابات، يمكن بدنا ينفرض علينا نروح على التقسيمات اللي هلأ عم تقسم حالها المعارضة. يعني عم نشوف ثلاث معارضات، اليمين، اليسار، والليبرالية أو الوسطية. نعم. أنت مين بتلاقي من هيدول الأطراف ممكن يشكل حليف لإلك؟ يعني منشوف بالجنوب في وجود
لليسار لليسار أكثر من باقي المناطق. هل برأيك هن ممكن يكون حلفاء لإلك؟ ليك نحن بنأمن شغلي، التحالف الانتخابي منه تحالف المصلحة، هو تحالف البرنامج وأي لبنان بدنا إياه. أكيد. فإذا التقينا مع اليسار بعناوين نحن بنمشي فيها، أنا شخصيا أنا وسطي، مثل ما تفضلت أول الحلقة أنه أنا عم يتاخد علي أنه أنا بدور الزوايا شوي، بس هذا منه غلط. والسياسي فن ممكن، بس بنفس الوقت يكون عنده خط سياسي، ونحن ما نبني وطن، وطن جدير بالحياة لأولادنا. صحيح. يعني شفنا 30 سنة اللي مرقنا فيه، أكبر دليل أنه هالفشل الذريع اللي صار لا يمكن أن يستمر، لا يمكن. طب بجنوب عم نشوف كمان بعد مش الكل متقبل الحالة الشيوعية، ليش برأيك يعني؟ ليش؟ بالعكس، أنا ماني محامي دفاع أصلاً أول شيء، هو كثوار بس يعني. أكيد الحزب الشيوعي هو له تاريخه، أول حزب بلبنان له تاريخه بالمقاومة، مقاومة العدو الإسرائيلي بنفس الوقت، وكمان عنده رؤية معينة. هلأ أنا ماني شخص أنه شرح القيادة أو العناوين السياسية اللي عنده إياها، بس خلينا ناخد دايما نطلع بالكاس لثلاث ارباعه مليان، نجرب نبني عليه لنوصل لقواسم مشتركة تغييرية بالبلد. هلا أنا كنت عم شوفها من جهة الثوار، لأنه مثلا بيعتبروا أنه طروحات الشيوعية بطلت هلا حاليا متقدمة بأفكارها، يعني شفنا الدول الشيوعية من لما بلشوا وين صاروا هلا، إن كان عم نحكي هلا روسيا اللي هي من أكبر الدول، أو الصين، أو كوريا الشمالية، أو هلا فنزويلا وغيره، كوبا، ما قدرت تتفرجي عن جد المثال اللي يحتذى فيه. وبنفس الوقت بلبنان شفنا إنه عم يقتصر شغله أكثر بدعم المقاومة، وهذا كمان مأخذ كبير عند الثوار، انه ليه بعدنا عم ندعم هلأ المقاومة الشيوعي، بعده هلأ عم بيحامي عن المقاومة او عن سلاح الحزب بوقت كل الثورة قامت عليه. اذا ما نحكي ايديولوجيا اقتصاديا، اكيد لازم يكون في نقد ذاتي، انا ماني شيوعي بس عندي المام، يعني اكيد انهيار الاتحاد السوفيتي نكسة كبيرة للحزب الشيوعي عالميا يعني، ومنلاحظ انه النظام الصيني هو اكبر بلد راسمالي هلا كمان ديفاكتو يعني exactly. والاتحاد السوفيتي متجه، ف اكيد لازم نعمل نقد ذاتي ونعمل حركه داخليه حتى ايديولوجيا او اقتصاديا. نحن انا شخصيا بؤمن بالمبادره الفرديه، اللي بيشتغل بيوصل، والحوافز بالحياه هي النجاح بالنهايه. هلا فيما يختص اذا بدك تحكي على السلاح، الموضوع ما بيتاخد بكلمة انت مع السلاح او ضد السلاح، بده يتاخد بطريقة الى ابعاد اكتر. ابن الجنوب من سنة 69-68 من ايام اتفاق القاهرة، الدولة اللبنانية تخلت كليا عن الجنوب، وصار في جبهة مباشرة. الدولة اللبنانية تخليها عن الجنوب وصلت المرحلة اللي نحن فيها هلأ. ما ننكر انه في شهداء، ما ننكر انه في مقاومه صار ضد العدو الاسرائيلي، وما ننكر انه في قوه موجوده على الارض. بنفس الوقت انا بقول الحل هو استراتيجيه دفاعيه، لابد من استراتيجيه دفاعيه، ولابد من تثمير هالقوه من خلال الدوله اللبنانيه وقرار الحرب السلم للدوله اللبنانيه. يعني هون خلينا ناخذ الامور دائما مش at face value انه انت yes or no، لا، موضوع بك تاخذ ابعاده في مسببات وليش وصلنا لهون، علما انه هالطبقه السياسيه الموجوده هي طبقه تحايليه على بعض، كانت من اتفاق الطائف ما تنفذ شيء، عملوا اتفاق الدوحه كمان كانت settlement، عملوا اتفاق مع المخايل الثنائي الموجودين كمان كان نوع من settlement، كان من تسليه تحصصيه، اتفاقيه معراب كمان تحصصية، الحلف الربعي صار 2005 تحصصية. نحن بأمن، أنا برجع بقول لك إنه عم يتاخد علي إنه أنا بدور الزوايا، لا، الشطارة إنه نعترف إنه في خطأ، والشطارة نتحاور كثورة كتغييريين. وأنا ابن الجنوب بعرف أدرى بشعاب أهل الجنوب، يوصل قاسم مشترك بكل صدق، ونحن بالنهاية بدنا دولة قادرة تقدر تدافع عن الوطن وتصون كرامتنا.
طب طالما عم نعمل نقد ذاتي خلينا نكفي بالنقد، يعني هلا انتقدنا شوي نفسنا، جانا هلا انتقدنا اليسار وليش بعد المآخذ عليه. إذا بدنا ننتقد اليمين والمآخذ اللي عليها، يعني اليسار عم يحكي بالسلاح المقاومة واليمين نفس الحالة، يعني اليمين عم بيحكي كمان بده إزالة سلاح حزب الله وبالذات تطبيق القرارات الدولية. طب هل برأيك كمان هيدا هو المدخل الوحيد أو هو فقط المشكلة عنا بلبنان؟ وبنفس الوقت إذا حققناه هل هيدا الشيء بيقدر يحل أزمتنا بلبنان؟ لك نحن بنحترم الرأي دائما، وأكيد اليمين عنده رأيه واليسار عندهم رأيهم، والأهم الأهم أنه أي لبنان بدنا وأي وطن بدنا. فاليمين السياسي أو اليمين المتطرف إذا بدنا نسميه مثلا عنده مواقف راديكالية، بس نحن ما نوصل لقاسم مشترك. القاسم المشترك مش هي تسوية، انه مثل ما حكينا قبل انه لابد انه يصير في نقطه التقاء، وهي القوه اللي عنا اياها تكون ضمن استراتيجيه دفاعيه ضمن الدوله اللبنانيه. يعني هون خلينا نطرح طرح كمان نريح اهل الجنوب اللي هو بالنهايه مش من طائفه معينه، عنا ميلونج قوي كثير، ما بحب اذكر طائفيا، عندنا الشيعي عندنا السني عندنا الدرزي عندنا المسيحي موجود في المنطقه. خلينا نريح المنطقه بنفس الوقت نريحها كمان من خلال وجود دوله قادره مركزيه وهالقوه نثمرها لهالدوله اللبنانيه. فبالنهايه الهدف الاساسي هو بناء دوله تحترم كرامه الانسان ويكون عندنا مستقبل لاولادنا. اكيد لا شك به. هلا الناقد اللي عم نعمله كنا للمجموعات السياديه، مع انه كل المجموعات هي تعتبر سياديه، انه كلنا بدنا سياديه. بعدين عفوا السياديه مع كل احترامي خلينا نقول شغله وحده، نحن ما بدنا ننقل وصايه لوصايه ثانيه، نحن السياديين 100%، القرار لازم يكون لبناني 100%، ما ننقل من محل لمحل، لا. نحن كفينا نراهن على الخارج، كفينا مراهنات، نحن هون بنقول الحاله التغييريه هي سيادية بامتياز بالفعل. بالفعل، ومن هذا المنطلق نعتبر نحن كلياتنا سياديين، لأنه هذا اللي قامت عليه ثورة 17-20، التدخلات الخارجية وحتى التدخلات الداخلية والغطاء الطائفي. ولكن في عنا عدة عناوين ولا تقتصر فقط على حزب الله أو على سلاح أو تطبيق القرارات الدولية. يعني في رأي بيقلك أنه تطبيق القرارات الدولية هو كرمال سلاح حزب الله الصاروخي، ولكن سلاح حزب الله الصاروخي داخليا مش مؤثر علينا، فيمكن لازم يفوت ضمن الاستراتيجية الدفاعية. نحن داخليا المؤثرين فيه هو سلاح الميليشياوي، اللي مش بس هو معه إياه، اللي كل الأحزاب معهم إياها. فإذا نحن رحنا بس لتطبيق القرارات الدولية عم نخدم أجندات خارجية، ولكن إذا رحنا على تطبيق الدستور اللي هو بنص على إزالة سلاح الميليشيات، على إزالة الطائفية وغيرها من القوانين، يمكن هيدا داخليا هو اللي بدنا إياه. شو رأيك؟ لك ما في اثنين بيختلفوا انه بالنهاية يعني اي دولة بالعالم عندك جيش واحد هو قائم على الدولة اللبنانية، هو بيحمي الدولة اللبنانية. هون ما نوصل لهالفورميل اللي عم نحكي عنه. هالفورميل ما بيصير بالمواجهة، بده يصير بالحجة القوية، بترييح الرأي العام وبالمثابرة. أكيد ما بدها، يعني نحن بنعرف إنه في مشكلة بالبلد، فالنهاية مش بس هو السلاح، هو السلاح الموجود على الحدود، السلاح هو موجود. تعرف أنت إنه بنية الأحزاب عنا بلبنان هي باراميلتري، يعني حتى طلعنا من الحرب الأهلية لهلأ الأحزاب الموجودة، الأحزاب الرئيسية بالبلد عندها بنية عسكرية. نحن أنا الأوان أنه السلاح كله يكون للدولة اللبنانية، يعني أكيد يعني عم نحكي كل السلاح المتفلت، كل السلاح يعني المتفلت بلبنان، من المخيمات للسلاح الموجود عند الأحزاب أكيد. وأنا بخصوص الحالة الموجودة بجنوب، أنا مع استراتيجية دفاعية ويكون هالقوة نثمرها للدولة اللبنانية. بس شو بالنسبة لك هي استراتيجية دفاعية؟ ك
كيف يعني كيف يعني يا أنا أنا اللي بدي إيه كواسيم بلك إنه يكون هذا الجنوب محمي وما ينعاد التاريخ مرة تانية ومرة تالتي. هذه هي والفورمين سهلة ما بتصور إنه صعبة. يعني إذا هالقوة موجودة أي قوة المقاومة موجودة تكون من ضمن الجيش اللبناني بالسلاح ضمن الجيش اللبناني والقرار هو أكيد للدولة اللبنانية للدولة اللبنانية. يعني في رأي تاني كمان بيقول يمكن الحل لهيدي الخبرية هو الفدرالي أو الفدرالية أو الاتحادية. كمان شو رأيك في هذا الموضوع؟ الفدرالية نحن بلد صغير أولا. ثانيا الفدرالية بالديفينيشن تبع الفدرالية انه دائما السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية هي موحدة بين الكانتونات. نحن هذا خلافنا نحن بلبنان هو السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية 100%. يعني هالفدرالية ما بتمشي بقول لك يمكن لا سمح الله تقسيم بس البلد ما بيتقسم. لابد نحن فعلا ثوار وتغييريين وبنؤمن ببلد واحد ودولة المواطنة والدولة المدنية. لابد انه نلاقي حلول يعني بناء دولة غير التوجه الفيدرالي. لانه الفيدرالية عادة لما يكون في عندك عدة دول وعندهم قوانين قرروا يندمجوا مع بعض. بس نحن عم نروح بالعكس. نحن اساسا عندنا قانون واحد مدموج ولكن لم يطبق وعم يصار الى تفريقه. ليك نحن بعتقد انه نحن ثورة دستورية. نحن ثورة 17 تشرين هي الثورة الوحيدة اللي عم تطالب تطبيق الدستور، عم تطالب بالقانون، عم تطالب استقلالية القضاء، عم تطالب انتخاب عصري، انتخاب نيابي عصري، تمثيل الشعب بطريقة علمية جديدة. مش انه ناس بتطلع ببوستات وبتوصل نواب وبيروحوا على البرلمان بيرفعوا ايديهم بس ليصدقوا بدون ما يقروا اوراق. فالحياة المطلوبة هي دينامية سياسية جديدة بالبرلمان اللبناني. خلينا نختلف جوات البرلمان تحت قبة البرلمان، هذا المطلوب. فالأمور منا صعبة بس بدأ إرادة سياسية، بدأ إرادة كمان إرادة إنه يسمحوا إنه يصير في حالة تغييرية بالبلد. هالبلد ما بيستمر بنفس الفورمولا. طب في رأي معاكس بيقول لك طب مش كونفدرالية، خلينا نروح ل لا مركزية الموسعة. طب هل كمان هيدا حل اذا نحن رحنا عليه بالنهاية اللا مركزية الموسعة شبه باللي عم يعملوه هلأ؟ ما هو اساسا مقسمين الادوار، ما في دور موحد مركزي، عم بيصير في تعطيل بالبرلمان وعم بيصير في تعطيل بمجلس الوزراء وما في حدا واحد يقدر خلص. عم بيصير في تعطيل بالبرلمان ومجلس الوزراء عشان ما عم يطبق القانون. نعم انا عم بقول لك نحن ثوره دستوريه، الدستور معروف. فاذا وزعنا صح لا اذا وزعنا السلطات بصير قدرانين لا شك انه اللا مركزيه مهمه. اللا مركزيه الاداريه كمان مش عاطله، بالعكس نحن بنخلي كل منطقه يصير فيه حافز اكثر لكل منطقه تزدهر اكثر. بس اكيد الدوله المركزيه هي الاساس هي المطلوب. الدوله المركزيه بيروت يعني برأيك كمان ما لازم ينعاد النظر بيمكن الرئيس ودوره أو الواجبات اللي عنده أو الصلاحيات اللي عنده، ونفس الشيء برئيس الوزراء. يعني ما إنه خاطئ إنه هلأ صارت كل الصلاحيات برئيس الوزراء أو موزعة بالدولة ومش عم يقدر فعلا الرئيس يكون قوي مثل ما لازم. لا الرئيس عنده صلاحيات. أكبر دليل إنه هلأ الحكومة ما تألفت لأنه منه راجع. يعني كمان مخالفة بس إنه في صلاحيات كمان. بس الأساس لما يصير في حياة سياسية مضبوطة، البرلمان هو الأساس، الكتل النيابية، ومفروض يكون عنا نحن موالاة ومعارضة. هذه الكذبة الكبيرة إنه نحن دائما ديمقراطية توافقية. أنا بسميها هذه ديمقراطية تحايلية. أكبر دليل وصل البلد لهون. لابد انه يكون في موالاة ومعارضة بالبرلمان، يكون فيها الحيوية موجودة. يا اخي نحن بنأمل ديمقراطيا، نخلي الامور تصير ديمقراطيا. اكيد لا شك. اعزائي المشاهدين هم نكون وصلنا لنهاية الجزء الاول من برنامجنا. فاصل قصير ونواصل حديثك على الهواء مع السيد وسيم غندور. انطروا معنا. صوت وصولت 17 تشرين. أعزائي المشاهدين نتابع حديثك على الهواء مع السيد وسيم غندور.
استاذ وسيم، كنا عم نحكي عن الفيدرالية وعن الاتحادية وعن قديش دورة، ورجعنا حكينا عن المركزية وكيف هي منا كمان بالضرورة الحل المثالي. طب في هلا كمان عم ينحكى باشياء مثل التدويل لموضوعنا او التدويل لهذا المشروع، هل كمان التدويل حل ولا كمان مثل ما كنت عم تقول داخليا لازم نوصل لهالاتفاق؟ بعتقد البلد مدول اكثر من هيك، يعني ما في رئيس الا اجى على البلد او وزير خارجيه. من زياره ماكرون لهلا تدخلات كثير قويه موجوده، يعني هلا هل موجود ببيروت، كمان وزير خارجيه مصر كان هون، الجامعه العربيه الفرنسويه عم يلعبوا دور مهم كمان، فاحنا في حاله تدويل. هلا هالتدويل يعني بدون، يعني انا ما كثير انا بقول انه رح توصل لنتيجه. ليش؟ انه المطلوب يمكن تسويه جديده، طائف جديد او دوحه جديده. طب شو بيتغير بالمعادله؟ وين رايحين؟ وين تعب هالشعب؟ وهلا هالشعب اللي عم يقاسي هالايام، هلا نحن بنعرف شو عم يمروا من ازمه اقتصاديه خانقه هلا. طيب يعني التدويل هو لتعويم الطبقه السياسيه؟ لا، منه مقبول هيك. انا بأمن بالقرار اللبناني، بأمن بالاراده اللبنانيه، والحريه والتغيير ما بتصير على طبق من فضه. لابد من مثابره، لابد من ضغط اكثر على الطبقه السياسيه لنوصل لفورمولا منا حكومه مستقله 100% من رئيسها لاصغر وزير فيها، مصغره كمان. تاريخيا الحكومات المصغره هي اكثر حكومات انتاجيه بلبنان. إذا بنعرف أيام الرئيس شهاب الحكومة الرباعية هي كانت أكثر حكومة إنتاجية بلبنان. هي اللي عملت مصرف لبنان، هي اللي عملت الريجي، هي عملت الضمان الاجتماعي. الهيئات الرقابية كلها انعملت وقتها. فالشيء منه بالعدد، الشيء بالفعل. طبعا شفنا هلا الحكومة اللي ما عم تتشكل، والحكومة اللي قبل منها اللي عم تتنصل كمان من مهامها بتهمة تصريف الأعمال. طب هل برأيك هيدي حجج وهي هاي مسرحية هلا عم يلعبوها علينا كرمال ما يصار انه مثل ما هلا لنقول الرئيس عم يطالب بالتدقيق الجنائي، الاي ام اف عم يطالب بتحديد الخسارات؟ طب هل برأيك هلا هيدي مسرحية او لحتى ما يوصل ويجاوب الخارج او يصير في تدقيق جنائي، ولا فعلا هن ما قدرانين يشكلوا حكومة؟ انا بقول انه في هروب من المسؤولية، يعني ما حدا بيتحمل المسؤولية، في كرة نار موجودة وما حدا بده يتلقفها ويطفيها. يعني الدعم، سياسة الدعم مصرف لبنان ما في كفي بهالطريقة، رايحين على أزمة اجتماعية اقتصادية خانقة، والله يستر من الأعظم. أنا برأيي إنه سعد الحريري عم يحاول يعمل مظلة لهالحكومة اللي بده يأسسها، بس هل في ثقة بهالحكومة اللي بده يأسسها؟ يعني في ممحكات قوية. ما شايف أنا صراحة قرار، كمان هو قرار لبناني ضمن الطبقة السياسية موجودة بلبنان، ما إنه قرار داخلي. يعني في تدخلات قوية موجودة وفي خناق. يعني نحن بدنا نعترف إنه لبنان بالنهاية في صراع محاور بلبنان، يعني نحن معلقين بصراع المنطقة. ما عم بحكي نحن كشعب لبناني، السلطة السياسية هي معلقة لبنان بصراع المنطقة. يعني نحن لما نشوف الصراعات اللي عم تصير او المشاكل اللي عم تصير على المواد الغذائية، طرابلس راح حرام قتيل عشان حصة غذائية، السوبر ماركتس عم نشوف شو عم يصير. طب ما عم تنزل دمعة منهم هولي؟ ما عم يحضروا تلفزيون؟ طيب السياسة اللي عم يمشوا فيها، سياسة المشي على حافة الوادي، من العالم قعر الوادي صار. طيب فما في عاطفي ابدا، في استئثار بالسلطة بطريقة مخيفة، في نهم للسلطة بطريقة مخيفة. ما هيدا اللي كنت عم تقوله، انه انت المرات الوحيدة اللي قعدوا فيها هن على طاولة واحدة وقبلوا بالاتفاقيات كانوا لما قسموا البلد، ان كان بالطائف ولا اتفاق الدوحة ولا بغيره، كان بس بيقعدوا مع بعض لا يتقاسموا. نعم. ففي رأي تاني كمان بيقلك انه الخارج مش سألان عنا، مش فارقة معه، وبالعكس كل يوم نسمع تصريحات من امريكا ومن المانيا ومن فرنسا ومن، عم حعددهم كلهم، عم بيقولك
ضرورة شكله حكومة، ورح نعمل عقوبات إذا ما بتشكله حكومة وشكله حكومة. فأي ضغوطات خارجية عم ينحكى عنا إنه هي اللي عم تقول ما تشكله حكومة، ما كلهم يا مش سألانين ما فرقة معنا عملوا اللي بدكن إياه، يا عم يضغطوا لا شكله حكومة أو حنعطيكن عقوبات. فمين الدول اللي ما بدها مثلا حكومة؟ لك من وقت انفجار 4 آب، الانفجار الجريمي الكبيري، هيدي صلبة النايتريت أنا بسميها، تصور انه بعد الانفجار ما حدا تحاسب لهلا. يعني لولا ما راح قوة الانفجار تلتينه على البحر كان بيروت مسحت كليا. صحيح، قدرة الهية، بس برضو الخسائر جسيمة كانت. صار في عاطفة على البلد من وراء هالانفجار، بدل ما يتلقفوا هالعاطفة صاروا يساوموا ويعملوا شونتاج بطريقة انه يرجعوا يحيوا حالاتهم السياسية بالبلد. ما هون بقول لك انه المسؤوليه الوطنيه بتتغلب على المسؤوليه الشخصيه، بس هن مستمرين انه الايجو تبعهم هو اساس. انا بتفاجئ انه من المحاسبين الموجودين انه شو يعني عم يتابعوا او التأييد الاعمى لزعاماتهم بهالطريقه. طب ما في شيء موجود على الارض، الفكر الجوع ما عم يفرق بين طائفة وطائفة ومنطقة ومنطقة. الشعب اللبناني كله وضعه تعيس جدا، بعدين أزمة المصارف، أزمة هذه يعني جريمة العصر، هذه سرقة العصر. على فكرة من يومين توفى بيرني مادوف اللي هو نيويورك تايمز كتبوا عنه انه هو مهندس اكبر احتيال بامريكا، 65 مليار دولار. نحن تغلبنا على مدوف بلبنان، نحن الفجوه الماليه 60 مليار وعندنا ودائع العالم فوق ال 100 مليار. نحن اللي صار بلبنان كارثه الكوارث يا اخي. نسكت نقعد ببيوتنا ما بنحكي؟ طب في شيء غير 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 مقبول ابدا ابدا. يعني باي بلد تاني بالعالم بتصير يمكن ردة الفعل بتكون اقوى من هيك بعشرات المرات. هون بنقول نحن الشعب اللبناني وينه؟ يعني بفهم انه في نوع من الياس، بس نحن ما بدنا نياس، بدنا نضلنا مثابرين، بدنا نضلنا واقفين، بدنا نحاسب، بدنا نبني دوله قابله للحياه. طب عم نشوف كمان السياسيين كلياتهم بعد ما فرجونا حتى هن بديل، بعد ما فرجونا خطه، بعد ما فرجونا مشروع لحتى ننهض فيه للبلد. لا بل على العكس، كانت مشاريعهم كلياتها صندوق إعاشة، أو هلأ مثلا بعض عملوا بطاقات أو أشياء يعني طبابية مثلا اللقاح مثل هلأ أو غيره. إنه ما شفنا خطة بنيوية فعلية، يعني كمان ما أدري إنه البديل. صح لك، هالنظام اللي تركب نظام طائفي محاصصة زبائني بيخلق من كل حالة بلبنان، من كل حادث بلبنان نوع من الزبائنية الجديدة. يعني قصة اللقاح هذه أكبر دليل. نحن الفاكسينيشن صار بلبنان متدني جدا، يعني نحن لازم من 3 أشهر نكون صرنا 50-60%، نحن لا يمكن لا مش أكثر من 15%. أكيد صار عنا مناعة مجتمعية من وراء الإصابات اللي صار بالكورونا، كنا نصبنا بالكورونا. فحتى الأزمة الاقتصادية النقدية الموجودة بالبلد، هذه قصة الإعاشات، هذه معزوفة قديمة صارت. المطلوب إنه منا فرص عمل، منا اقتصاد منتج، منا يكون عنا شبابنا ما ينزلوا، شبابنا ما يهاجروا، ما يتركوا أهلهم. هذا المطلوب، هذا الأساس، ابنه دولة. نخلص من قصة الإعاشات عفوا أو المساعدات. شعبنا عنده كرامة كمان، وبفهم إنه البعض بحاجة، أكيد البعض بحاجة كتير على الارض، بس كمان هالزعامات الموجوده انه يغيروا هالسياسي. يعني لازم ننطلع لصالحهم. يعني اذا نحن هلا شوف اذا هن عملوا اصلاحات ان كان اداريه او اصلاحات، انا ماني مؤمن فيهم يعملوا اصلاحات. ما هو هن بيهمهم اصلاحات، هل هن قدرانين يستمروا؟ يعني شو شغلتهم حتصير؟ صح. يعني اذا كان البلد الادارات فيه ماشي بنظام، وفي عندنا مكننه للمعاملات، وفي عندنا طبابة وصحة وصحة وتعليم منيح، شو بعد بدهم يبيعونا ويشتغلون؟ المشكلة بالبلد انه الديفينيشن تبع رجل سياسي غير اي بلد بالعالم. الرجل السياسي بلبنان
هو الوسيط بين المواطن والدولة اللبنانية، متعارف عليه بالعالم كله. المواطن وين ما كان بيحصل على الخدمات مباشرة من الدولة اللبنانية. الرجل السياسي هو المشرع، هو اللي بيسن القوانين، هو بقانون واحد بيدافع عن شعب معين، عن شريحة معينة كبيرة. فالمفهوم كله عم بيتغير بعد ثورة 17 تشرين. الرجل السياسي is a civil servant، هو خادم مدني للمجتمع، هو خادم مدني، مش هي تشريف العمل السياسي، هو تكليف وليقوم بواجبه الواحد. شفنا هلأ الحكومات المتعاقبة كلياتها ما بدها تتحمل الخسارة ولا بدها توزع الخسارات، مع العلم انه في اشكالية كتير كبيرة وخسارة كتير كبيرة الكل عم بيطالب بانه نحددها. برأيك انت الخسارات اللي مرقنا فيها مين لازم يتحملها وليش بعدنا لهلأ ما وصلنا لنتيجة فيها؟ بدي ارجع قبل ما نفوت بموضوع الخسارات، انه المشكلة الكبيرة عنا هو تشابك السلطات. يعني عنا سلطتين، السلطة المالية والسلطة النقدية. السلطة النقدية هو حاكم مصرف لبنان اللي هو قيم على تثبيت العملة، استقرار العملة، استقرار العملة. رقم اثنين سلامة القطاع المصرفي، نحن فشلنا بهالقطاعين. ماليا هي الدولة اللبنانية اللي هي مسؤولة عن الدعم، عن دعم السلع، عن دعم التجاري، مراقبة ميزان المدفوعات. يعني هون المشكلة الكبيرة بلبنان انه دايما نخلط السلطات، واي دولة بالعالم قائمة على فصل السلطات، حتى سياسيا نحكي، تشريعيا، تنفيذيا، قضائيا. نحن عنا سلطة واحدة اللي هي عم تعين القضاة، اللي هي عم تجيب النواب، اللي هي عم تجيب الوزارات. بس حاكم مصرف لبنان منفصل. صح، منفصل، بس هو تدخله بالسياسة المالية الدولة اللبنانية أكبر خطأ، كان خطر جسيم جدا. بعدين عم يوظف مصريات، مش مصريات الخاصة تبعت مصرف لبنان، وظف مصريات المصارف اللي هي بالتالي مصريات المودعين. خاطر مخاطرة كبيرة هون. فالخسارة بالنهاية في ثلاث أطراف أساسية. أكيد في جشع أصحاب المصارف بيتحملوا مسؤولية. ثانيا أكيد في عنا فجوة كبيرة بمصرف لبنان، 50 مليار، كمان بيتحملوا مسؤولية. رقم ثلاثة السلطة السياسية، هالموازنات اللي صارت آخر 30 سنة، لكل سنة كان فيها عجز 4-5 مليار دولار، تتحمل مسؤولية. فبالتالي هالمودع هو آخر واحد. يعني لبنان ما بيتحمل، يعني هالقطاع المصرفي اللي عمره 100 سنة انضرب ضربة واحدة. يعني برجع بقول لك عن مادوف، برني مادوف مات من يومين، كانوا كاتبين عنه بنيويورك تايمز انه مهندس اكبر افلاس مالي بالعالم، 65 مليار دولار. نحن تغلبنا على مادوف، نحن عنا فجوة مالية 50 مليار مصرف لبنان، وعنا مودعين تقريبا 110 مليار 112 مليار دولار. يعني شيء جريمة العصر، سرقة العصر اللي صارت ببيروت. طب بيظل هيدي الفجوة اللي عم تحكي عنها، نحن بحاجة لإعادة الثقة بلبنان لحتى تقدر يرجع ينهض الاقتصاد تبعولها. كيف برأيك يعاد الثقة بالقطاع المصرفي أو بالاقتصاد اللبناني؟ لك الثقة لا تتجزأ، الثقة هي الأساس، هي الإرادة السياسية. ليه عم نطالب نحن بحكومة مستقلة بعيدة عن المزبائنية، بعيدة عن المحاصصة السياسية، حكومة مصغرة توحي للثقة داخليا، اغترابيا، الاغتراب اللبناني مهم جدا، وعربيا ودوليا. إذا ما انولدت هالثقة من المستحيل ينعمل أي إصلاح أو أي استثمار مالي يجي على البلد. يعني أي مستثمر بده يجي على البلد بده يسأل أولا شو وضع القضاء بلبنان. نحن بنعرف القضاء وبنعرف كيف عم يتعين القضاة بالمراكز الحساسة. فهون الأساس هو القضاء، استقلالية القضاء، والحكومة اللي بدنا إياها هي مستقلة 100% من الرجال، لهم تاريخهم بالدومينز تبعيتهم. يعني هلا واللي مبين انه بهالسياسيين مش حيتنازلوا بسهوله، يعني مش حيجي يقولوا لك تعال خذ هيدي الكرسي او خذ هيدا الملف وحاكمنا، يعني كمان مش حيتخلى ايده عن القضاء. ومع العلم انه احنا في عندنا كثير قوانين ولكن ما عم تتطبق،
برأيك كيف فينا نفرض على القضاء يطبق القوانين، أو نفرض على هيدي الدولة تطبق القوانين، أو نفرض على القضاء اللي ما عم يطبق القوانين يصير إنه يكون في محاسبة لهيدا الشيء؟ احنا عم نعمل ضغط على كل حال، دايما تجمعات ولوبينج مع القضاة. بالنهاية القضاة هني لازم ينتفضوا كمان الواقع، ونحن بنعرف انه في قضاة قوية، وعنا نادي قضاة لبنان عم ياخد مواقف كتير متقدمة جدا. من راهن نحن انه هالثورة تصير من ضمن الجسم القضائي، لابد انه يصير في تغيير كمان بجسم القضائي ويطهر حاله الجسم القضائي. قادر يطهر حاله ولا شو رأيك؟ ليش لا؟ في سوابق كتير اللي صار بإيطاليا، محاسبة الفاسدين كمان، كان في نوع من الثورة موجودة ضمن الجسم القضائي. بالنهاية القاضي كمان هلا متضرر جدا كمان، يعني بنعرف المعاشات كيف صارت، هلا بنعرف هلا مستوى الحياة كيف صار، يعني ما في مستقبل بالبلد. طب ليش ما بيعملوا عصيان مدني مثلا؟ هلا بنشوف القضاء عصيان قضائي، عصيان قضائي 100%، وبالتالي ان شاء الله توقف الدولة لحديت ما ان شاء الله يحققوا اللي نحن بنراهن على القضاة، ونحن بنعرف انه في قضاة قد الحمل، بنعرف ووقت جاي على كل حال. استاذ وسيم انا بدي اتشكرك على هالمقابله القيمه، واكيد دائما المنبر مفتوح لك. اعزائي المشاهدين، نكون هون وصلنا لنهايه برنامجنا من حديثك على الهواء. فيكن دائما تتابعونا عبر شاشه تي في 17، عبر الصحن الفضائي عربسات، وعبر الابلكيشن تي في 17، وايضا عبر اليوتيوب وباقي قنوات التواصل الاجتماعي. ارجو انه تتابعوا باقي برامجنا. هون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، إلى اللقاء. صوت وصولت 17 تشرين.